نهاركم سعيد. هل ترغبون في زيارة أوكرانيا مع أفراد أسركم ولا تعرفون الإجراءات اللازمة لتحقيق هدفكم؟ أم تريدون التخلص من هموم السفر مثل حجز تذاكر الطيران أو الفنادق بأسعار مناسبة وبلورة برنامج سياحي لزيارة المدن الأوكرانية؟ أم ربما تحتاجون إلى خدمة وسائل النقل أم الإرشاد السياحي باللغة العربية؟ شركة زاخر للسياحة هي التي ستوفر لكم كل الدعم لتنظيم رحلاتكم إلى أوكرانيا. تعمل هذه الشركة الموقرة والموثوق بها في دول العالم 6. شعارها رغباتكم واجبنا. اكتشفوا أوكرانيا مع شركة زاخر. أوكرانيا بلد الجمال، جمال الطبيعة الساحرة وجمال روح الشعب الأوكراني. أوكرانيا بلد الأمان والتسامح، من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب. أوكرانيا بلد السعادة والبهجة والابتسامة والهدوء وراحة البال والجو الداخلي الرائع. من زار أوكرانيا مرة واحدة يريد أن يرجع إليها مرة أخرى، لأن أوكرانيا مكان مثالي للاسترخاء وتجديد الطاقة الإيجابية والإبداع في كسر روتين الحياة اليومية. السعادة والشعب الأوكراني مضياف ومبتسم ومبتهج، ستتزودون بطاقة إيجابية رائعة عندما ستتعاملون مع ممثلي الشعب الأوكراني. يجب أن تزوروا أوكرانيا، يجب أن تتأكدوا من صحة كلامي. أهلا وسهلا بكم. أنا راح أخذ أدعوكم لزيارة دولة الغالية والعزيزة أوكرانيا، إنها دولة رائعة غنية بمناظر طبيعية خاصة للعيون. إنكم ستجدون في أوكرانيا كل الأشياء التي تحتاجون إليها. توجد في أوكرانيا صخور وسعادة. السلام عليكم أعزائنا عشاق السفر، أرحب بكم من أوكرانيا. هل قد اكتشفتموها في حياتكم؟ والله أوكرانيا تستحق الزيارة، إذ إنها تعج بالمعالم السياحية الرائعة والآثار التاريخية الجميلة والمباني المعمارية الكثيرة والأسواق الشعبية التراثية، كما أنها تشتهر بطبيعتها الخلابة جدا لكثرة الغابات والحدائق الخضراء والأنهار والبحيرات الصافية المياه. وتوجد فيها جبال الكربات الشاهقة التي تعانق السماء. تستحم شواطئها الجنوبية بمياه البحر الأسود وبحر أزوف. هذا الجمال يستحيل وصفه، لذلك من الأفضل أن تشاهد. نهاركم سعيد. اسمي ماريا وأنا أوكرانية الأصل. أريد أن أحدثكم عن أوكرانيا. إن أوكرانيا ليست مجرد بقعة صغيرة على خارطة العالم، إنها أكثر بكثير من ذلك. ستجدون هنا مناظر طبيعية خلابة ومباني معمارية جميلة وأماكن ترفيهية ومتاحف ومصارف والساحات والديور المختلفة جدا. أهلا وسهلا بكم في أوكرانيا، سافروا مع شركة زاخر. أهلا وسهلا في أي وقت. السلام عليكم. إن أوكرانيا دولة الغالية تستحق الزيارة والاستكشاف. تلبي دولتي أذواق جميع السياح وجميع الناس، من يحب طبيعة خضراء وخلابة، من يحب هندسة معمارية أو تسوق أو رياضة.
أو جولات عادية أو استكشاف العالم بشكل عام، أو من يريد مجرد تغيير الصورة أمام العيون. أهلا وسهلا بكم في أوكرانيا، إنها دولة متسامحة ومحترمة وجميلة ورائعة جدا وآمنة تماما، لذلك تصلح للعائلات 100%. إن أوكرانيا ليست أسوأ من الدول الأخرى الجاذبة للسياحة، لذلك أنتظركم على أهر من الجمر وبفارغ الصبر هنا في أوكرانيا. السلام عليكم، هل تنقصكم السعادة؟ إذن حان الوقت للسفر. عندما نسافر نفتح صفحة جديدة في كتاب حياتنا. أي دولة ستختارون؟ من صميم قلبي أنصحكم بزيارة أوكرانيا، ليس مثيل لها في العالم، كل شيء هنا مميز. قد تقولون ولكن أوكرانيا باردة في فصل الشتاء. لا تخافوا، لدينا لدى الشعب الأوكراني قلوب دافئة، وسنشارككم هذا الدفء بكل سرور. Я просто не знаю, что у меня есть. Я не знаю, что у меня есть. Я не знаю, что у меня есть. Я не знаю, что у меня есть.